تصرف مفاجئ لجأ إليه مشهور سناب شات سعودي تجاه عامله الهندي والذي يعمل لديه منذ عدة سنوات، لكن على ما يبدو أن ما قام به الشاب الهندي كان غير متوقع، خاصة بعدما استعان بزوجة المشهور السعودي في حياته الخاصة بشكل غير مسبوق، الأمر الذي دفعه لمشهد فارق أثار جدلا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. عامل هندي مقيم بالمملكة العربية السعودية قرر بطريقته الخاصة أن يعبر عن امتنانه لحياة رائعة عاشها في جنبات منزل مشهور سعودي وزوجته، فما إن رزقه المولى بمولودة جديدة أسماها على اسم زوجة مشهور سناب شات السعودي غازي الذيابي، ليفاجئه وزوجته بشكل غير متوقع، الأمر الذي دفع الذيابي إلى مكافأته هو الآخر بهدية تليق بالحدث الفريد، فأعطاه مبلغ 10,000 ريال سعودي. ولا يعلم أحد سر تلك المفاجأة التي لجأ إليه العامل الهندي أو كيف فكر فيها من الأساس، فتسمية ابنته غيداء على اسم زوجة الذيابي أثار بالفعل مشاعر قيمة في نفس العائلة السعودية، إذ اعتبر الذيابي وزوجته الأمر تأكيدا واضحا على مشاعر الود والمحبة التي يكنها لهما المساعد الهندي، وبالتالي امتلأ البيت بفرحة عارمة على حلول المولودة الجديدة وكأنها ابنتهم. ويعمل السائق الهندي منذ عام واحد فقط في بيت غازي الذيابي، وظهر معه في مقطع فيديو مصور بثه عبر حسابه الشخصي رفقة مجموعة من أصحابه وهو يحتفل معه بمولودته الجديدة، ويعلن عن إهدائه هدية مالية قدرها 10,000 ريال. المشهد كان رائعا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فمشهور سناب شات السعودي لم تنتهي مكافأته للسائق الهندي عند هذا الحد، بل أعد كعكة كبيرة الحجم ودعا بعضا من أصدقائه من أجل الاحتفال بغيداء الجديدة في منزل الذيابي، ليعيش الجميع في المنزل أجواء مرحة ومشاهد رائعة مع أصوات من الموسيقى الهندية وتقطيع السائق الهندي للكعكة. أثار الموقف جدلاً كبيراً في المجتمع السعودي على الفعل الذي قام به غازي الذيابي، متسائلين لماذا أصر السائق الهندي على تسمية مولودته الجديدة على اسم زوجته غيداء. ليرد الذيابي على تلك التساؤلات بأن السائق الهندي مسلم، وليس هناك تعارض في أن يسمي ابنته باسم زوجته لا في عادات ولا تقاليد المجتمع الهندي، وأن اللفتة الطيبة التي قام بها السائق الهندي أثارت مشاعر جميلة في نفسه وفي نفس زوجته، داعياً الجميع إلى ضرورة معاملة مساعديهم في المنزل بالطريقة التي تليق، ودعا الذيابي إلى ضرورة معاملة المغتربين في المملكة بالشكل الذي يجعلهم لا يشعرون بالغربة. وهو بالفعل عاش السائق الهندي أوقاتا شديدة السعادة بسبب الفعل الذي فاجأه به الذيابي وأهله وأصدقائه، إذ أنه عاش وكأنه في منزله في الهند بالفعل. فبرأيكم هل تصرف السائق الهندي في تسمية مولودته على اسم زوجة غازي الذيابي كان صائباً؟